مدير آثار محافظة الزرقاء. هلا احنا موجودين حاليا بموقع قصر الحلابات اللي هو احد القصور الصحراويه. اداريا احنا بداخل محافظه الزرقاء، يعني طبعا سلسله القصور الصحراويه بتمتد على سيف الصحراء من مناطق تشمل محافظات العاصمه وتشمل محافظات الزرقاء والمفرق. الحلابات اللي هو واحد من القصور الصحراويه هاي. هلا احنا بنحكي عن موقع قصر الحلابات اللي هو بتكون من اكثر من مظهر معماري. المظهر المعماري الأساسي اللي فيه اللي هو القصر، اللي كان أوريدي بالأصل في له تسلسل معماري ببلش من الفترة النبطية مرورا بالفترة الرومانية انتهاء بالفترة الإسلامية، وطبعا اختلفت طبيعة الاستخدام باختلاف الفترة. الموقع زي ما احنا شايفين تم إعادة ترميمه من خلال مشروع مشترك بين دائرة الآثار العامة والوكالة الإسبانية للإنماء. استمر المشروع على مدار 10 سنوات. المكان تم افتتاحه بشكل رسمي منذ 2012. الموقع بيشمل على مركز زوار اللي هو يحتوي على متحفين، متحف داخلي اللي هو يحتوي 150 قطعة أثرية، ومتحف خارجي 51 قطعة. طبعا معظم القطع هاي كلها من الموقع من هون. والخدمات اجمالا معظمها متوفره في مركز الزوار. حاليا الموقع جاهز لاستقبال الزوار.